ألف مليون مبروك منتخب مصر لشباب كرة اليد، يتوج بالنسخة الأولى من بطولة كأس السادات الدولية لكرة اليد بعدما تغلب على منتخب المجر بنتيجة 30-29. والحقيقة كمان أن بخلاف فوزه وتتويجه بالكأس الأول في النسخة الأولى من هذه البطولة، كان نصيب الأسد من الجوائز الحقيقة، حصل عليه أغلب صفوف أو عناصر فريق منتخب الشباب لكرة اليد. الحقيقة أن محمد وائل عبد اللطيف لاعب رقم 55 كان بيست بلاير أو أفضل لاعب في المباراة، وأيضا أفضل لاعب في البطولة. أما بالنسبة لبيست جول كيبر أو أفضل حارس مرمى، كانت من نصيب يوسف وليد طبعا حارس مرمى منتخب مصر، وأيضا هداف البطولة كان ياسين محمد عبد المنعم، وهو أيضا حصل على أفضل لاعب في مباراة مصر ورومانيا. ألف مليون مبروك مرة تانية، الحقيقة فخر كبير جدا أن مصر تحصل على النسخة الأولى من هذه البطولة الودية الدولية، وأيضا فخر كبير لشركة استادات للاستثمار الرياضي على هذا التنظيم وهذه الجودة في استضافة المنتخبات الأخرى سواء المجر أو رومانيا. الحقيقة شفنا تنظيم عالي جدا، شفنا كمان الاحتفال بعد الكأس واستلام الكأس، يعني حاجة تفخر بيها كل المنظمات أو المؤسسات المصرية الرياضية. ألف مبروك طبعا دكتور فوزي، ألف مبروك كابتن عبد الله. الحقيقة شفنا ختام رائع وختموها مسك زي ما احنا كان وشنا حلو في المباراة الأولى. الحمد لله كان وشنا حلو، ولكن الحقيقة كانت مباراة صعبة جدا طبعا دكتور فوزي، شفنا شد وجذب ما بين المنتخبين، يمكن كان هم داخلين ليهم الليد وكمان تقدموا علينا بفرق ما يقرب من 4 أهداف على ما أتذكر في وقت من الشوط الثاني. كان شوط ثاني صعب جدا، ولكن قدرنا ان احنا نصنع الفارق ونفوز بهذه المباراة. اولا طبعا ببارك لمنتخب مصر كله، اللاعبين بالجهاز الفني بالمشرف على اجهزة المنتخبات. انا شايفه احتكاك جيد جدا، الفرقة استفادت منه كويس قوي، واكيد هيقعدوا بعد البطوله ديت يبداوا يشوفوا ايه الايجابيات والسلبيات اللي حدثت. خطوه كويسه جدا، بنبارك للاتحاد المصري، بنشكر شركه استادات بصفه شخصيه لانه الحقيقه وفروا لنا مناخ جيد جدا، مش عايز اقول جيد جدا، لا ده ممتاز كمان الحقيقه بامانه. يعني الناس بذلت مجهود كبير، بذلت مجهود جبار عشان تساعد في بناء جيل تاني لمصر في كرة اليد. فبتوجه الشكر ليهم، ببارك للجهاز الفني على رأسه الكابتن محمد الألفي اللي هو رئيس الجهاز المنتخبات أجهزة المنتخبات، والكابتن طارق محروس والمساعدين اللي معاه. بقول لهم انتوا عملتوا مجهود كويس قوي، الفرقه شكلها كويس لكن محتاجه شغل برضو طبعًا الفتره القادمه. طبعا كابتن عبد الله، الحقيقه بطوله على الرغم ان هي وديه، شفنا بطوله مشرفه، قدر منتخب مصر لشباب كره اليد ان هو يعني يفوز بالنسخه الاولى من كاس بطوله استادات الدوليه لكره اليد، شيء مشرف الحقيقه. وايضا لو هنتكلم عن الاداء على الرغم من الاخطاء، ولكن طلعنا بالنتيجه المرجوه وهي فوزه بالنسخه الاولى من هذه البطوله. طبعا ببارك في الاول الاتحاد المصري لكره اليد وكابتن محمد الالفي والجهاز الفني كابتن طارق وكابتن مهند، وفي المقدمه طبعا بقول ان قناه الاهلي وشها حلو دايما في اذاعه المباريات، يعني مش اول مره نحضر وفرقه تفوز. طبعا مباراه كويسه جدا واللاعبين استفادت منها، بطوله كويسه واحتكاك قوي. بعد المباراة بتاعت النهاردة ديت نقدر نحط بلان للفترة اللي جاية، ونقدر نشوف الديفوهات اللي وقع فيها منتخبنا، نقدر نقاوم الولاد على الأداء الأفضل في المباراة القادمة. لو اتكلمنا على المباراة هنلاقي ان الشوط الثاني بدأنا ان احنا نوعا ما كان في حاجات احنا بنتكلم فيها في الشوط الأولاني، منها تطويل الهجمة، الهجوم المنظم. في بعض الأوقات من الشوط الثاني قدر كابتن طارق إن هو يعني يظبط الأداء شوية بالهجوم المنظم،
لكن كان في ظهور فرديات شوية في الأداء، بس فرديات أفادت زي محمد وائل وبلال إبراهيم ومعاذ ومحمد شعبان. بصراحة يعني يمكن كان ليهم غلبة في الشوط الثاني ان هم قدروا يسجلوا أغلبية الأهداف. طبعا بقول ان ده فرصة كاحتقاق قوي للبطولات القادمة. ان شاء الله يبقى الأفضل في الفترة اللي جاية ان احنا نقدر نعمل احتكاك أقوى، بحيث ان احنا نخش دورة الألعاب ان شاء الله في شهر 4 والولاد يكون في أفضل حالة، وإن شاء الله يحاولوا يقللوا من الأخطاء اللي ظهرت في البطولة ديت، والجهاز الفني يكون استفاد منها إن شاء الله. إن شاء الله يا كابتن. نروح دلوقتي لزميلتنا سالة حامد من صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، ومعها الحقيقة لقاء هام مع 2 من يعني أبطالنا النهاردة، وهم محمد وائل عبد اللطيف طبعا الحائز على أفضل لاعب في المباراة وأيضا أفضل لاعب في البطولة، وأيضا يوسف وليد بس جول كيبر أو أفضل حارس مرمى وهو حارس مرمى منتخبنا للشباب. تفضل يا سالة. من جديد برحب بك زميلتي مريم وبتأكيد ضيوفك الكرام والكابتنة طبعا الكبار في الاستوديو بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مليون مبروك طبعا زميلتي مريم، ببارك لك وبارك لكل جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية. فوز منتخبنا طبعا الوطني بالمركز الأول، أصحاب المركز الأول في بطولة استادات الدولية لكرة اليد في نسختها الأولى، وطبعا المقامة على صالة 2 في استاد القاهرة الدولي. وزي ما انت قلتي معي 2 من النجوم منتخبنا الوطني طبعا اللي حصلوا النهاردة على كمان جوائز فردية، أحسن لاعب في البطولة وأحسن لاعب في المباراة طبعا كابتن محمد وائل. كابتن محمد طبعا في البداية برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا عايز أبارك لك ما شاء الله الله اكبر يعني بطوله النهارده وكمان جايزتين كمان، احسن لاعب في المباراه واحسن لاعب في البطوله. طبعا بشكركم جدا، الحمد لله على البطوله الاول قبل الجوائز الفرديه، دي حاجات لا تحتسب. احنا هدفنا الاول ان احنا جايين بنختبر نفسنا في بطوله وديه زي دي، بنشوف مستوانا، ولا في دماغي طبعا ان انا اخد احسن لاعب ولا احسن رجل في المباراه، بس طبعا بشكر ربنا وبشكر زمايلي والفرقه، كلنا عملنا اللي علينا طبعا الحمد لله، وشكرا للجهاز الفني وشكرا ليكم. طبعا محمد عايز اسالك برضو على البطوله، شايف البطوله طبعا زي تجربه جديده بالنسبه لكم، تجربه كمان قويه بطوله استادات الدوليه لكره اليد، شايف البطوله النهارده طبعا ازاي، وشايف كمان يعني ادائكم النهارده، يمكن شفنا مباراه كانت صعبه كمان كان في كومباك ليكم، فشايف المباراه النهارده ازاي وشايف البطوله ازاي؟ طبعا هي البطوله دي اول مره يتعمل لنا بطوله وديه في مصر، كل البطولات بتبقى بره طبعا، فدي اول بطوله حاجه مشرفه طبعا وجميله يعني، والتنظيم على اعلى مستوى بجد يعني، احنا يعني اتبسطنا بالبطولة دي وحاجة مفيدة لينا، وبنتمنى البطولات تبقى أكتر عشان نستفاد والكل يستفاد. وبالنسبة للماتش يعني احنا صعدنا شوية على نفسنا في الأول، بس الحمد لله قدرنا نرجع ودي طبيعتنا يعني. طبعا يا كابتن محمد وببارك لك تاني، ألف مبروك على الجائزتين وعلى البطولة النهاردة. ميسيك. شكرا لك. شكرا جدا. طبعا مستمرين معاكي زميلتي مريم، وطبعا أحسن حارس مرمى في البطولة يوسف وليد. يوسف طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك، مبروك على البطوله ومبروك على الاداء القوي اللي شفناه منك يعني في المباراتين، سواء مباراه المجر النهارده ومباراه رومانيا، ببارك لك طبعا. وعايزه اتكلم معاك بالتاكيد على البطوله، وشايف المباراه النهارده ازاي؟ والله مباراه النهارده يعني احنا ابتدينا بدايه مش كويسه الصراحه، بس مع الوقت حاولنا نمشي نفسنا وندافع وكمان الجمهور والدكه ساعدتنا على كده، بس احنا كنا بادئين الشوط الثاني برضو خسرانين 2، وقعدنا طول الشوط الثاني قعدنا ندور نمشي الملعب ونحاول نمشي الملعب اكتر ونجيب اجوان اكتر وكل ده، لحد ما الحمد لله في اخر ثانيه كده قطعنا الكوره وجبناها جون الحمد لله، ده حصاله بتاعت ربنا يعني. طبعا شفنا في المباراه اللي فاتت طبعا مباراه رومانيا والمباراه النهارده امام المجر، يمكن طبعا يعني الاداء يعني سواء منتخب مصر او المنتخبين التانيين شفنا الاداء متقارب شويه، اداء قوي طبعا ما بين الفرقتين، يمكن شفنا برده كان في زي كومباك في المباريتين كمان يعني، طبعا مركز حراسه المرمى يمكن ده يعني من المراكز طبعا القويه والمهمه في او صعبه جدا طبعا، فطبعا كلمني عن التجربه، شايف التجربه ازاي، وطبعا كلام كابتن طارق محروس معاكم. ايوه طبعا لا بصراحه هم فرقتين هم محترمين جدا جدا جدا، بس احنا كفرقه ده ما كانش مستوانا خالص يعني، احنا مستوانا احسن من كده بكتير فنيا وحتى بدنيا وكل حاجه، بس احنا الحمد لله رغم كده ورغم كل ده حاولنا وكسبنا البطوله الحمد لله.
طبعا بطوله استادات الدوليه لكره اليد، يعني تجربه جديده، تجربه قويه. طبعا شركه استادات الاستثمار الرياضي يمكن طبعا يعني بتدعم كل الالعاب، وشفنا بتدعم النهارده كره اليد بالبطوله دي. الصراحه لا، التنظيم كان بصراحه 10 على 10. يعني احنا سافرنا كتير قوي بره وشفنا تنظيمات كتير، بس ان التنظيم ده حصل في مصر بصراحه انا فخور جدا من التنظيم ده، يعني كان 10 على 10 بصراحه. ميرسي جدا طبعا يا يوسف، وببارك لك تاني، وطبعا منتظرين منك اكتر واكتر بالتاكيد مع منتخبنا الوطني. ميرسي. شكرا جدا. كده طبعا زميلتي مريم كانت لقاءاتنا مع اثنين من نجوم منتخبنا الوطني، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا مريم، تفضلي. شكرا لك جدا سالة حامد على هذه التغطية وهذه اللقاءات طبعا مع اثنين من أهم عناصر منتخبنا الوطني للشباب، سواء كابتن محمد وائل أو كابتن يوسف وليد. دكتور فوزي خليني أرجع لحضرتك تاني، فعلا يمكن نقطة هامة جدا ذكروها، وهي فكرة أنه المنتخب مش في المستوى المطلوب. هم معترفين بأخطائهم، معترفين أن ده مش مستواهم، ولكن زي ما احنا قلنا خرجنا بالنتيجة المطلوبة، سواء على مستوى النتيجة والفوز بالنسخة الأولى من بطولة، أو أيضا الاحتكاك اللي حصل مع اثنين من منتخبات قوية جدا، منتخبات أوروبية سواء المجر أو رومانيا. هو طبعا بعد ما نبارك لهم نقول أن وضع طبيعي جدا أن هم دلوقتي ما يبقوش في الجاهزية القصوى. ليه؟ احنا النهارده بنتكلم في شهر يناير، الايفنت اللي هم رايحين له، التارجت اللي جاي اللي هو بطوله الالعاب الافريقيه، اعتقد انه هيكون في شهر 4. يعني قدامهم لسه 3 شهور، فمش من الطبيعي ان هو يوصل للتوب دلوقتي. احنا مقدرين ده، وخاصه ان احنا نعلم جيدا ان احنا في شهر 12 وشهر 1 شهر يناير بيبقى غالبا في امتحانات بتاعت الجامعات والمدارس، اذا طبعا كان فيهم طلبه مدارس او طلبه جامعات، وده كمان بيؤثر على المستوى العام، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الموضوع دوت. فطبيعي جدا احنا عارفين ان ده مش ال 100% بتاعتهم، هم ممكن يكونوا ما بين ال 70% لـ 75% من مستواهم العام. وعلى فكره الارقام بتدل على كده، سير المباراة بيدل على كده ان هم لسه مش في حالتهم الطبيعية. لكن الحاجة المطمئنة ان الروح بتاعت اللاعبين عالية جدا، السبيريت بتاعتهم عالية جدا، بيقاتلوا لاخر لحظة، وده شيء كويس نتمنى ان هو ينمو زيادة كمان. لكن كمان برضو لازم ننبه على حاجة، البدايات لما بتبقى وحشة في مباريات تقيلة اعتقد ان مش هتقدر تعمل كامباك بسهوله. لازم ياخدوا بالهم من اكيد كابتن طارق وكابتن محمد الالفي الاثنين هيشتغلوا على الجزئيه دي. الستارت بتاعي لو كان وحش وفضلت انا اللي بجري على طول عشان اعمل، انا اللي بحاول الحق المنافس بتاعي، ممكن ما اقدرش الحقه. لما يبقى قدراته اعلى مني، زي البطوله اللي احنا رايحينها اللي هي بطوله الالعاب الافريقيه، بتلاقيها بتلعب غالبيه الفرق فرق اولى. فلو حصل ده هيصعب انك انت تحصلي، لان بقى خبرات اعلى، اجسام اقوى، امكانيات اعلى، فبالتالي الامر هيبقى صعب. لازم تتغير الفكره دي جوه دماغتهم. انا بعمل الستارت لازم يكون الستارت قوي عشان بعلن عن نفسي بيه. بس انا اتمنى ان هم ياخدوا بالهم من النقطه ديت. يعني طيب كابتن عبد الله، اهم الاخطاء اللي ظهرت النهارده في مباراه المجر وايضا في مباراه رومانيا، ومحتاج الجهاز الفني للمنتخب ان هو يشتغل عليها خلال الفتره اللي جايه وخلال فتره الاعداد لبطوله الالعاب الافريقيه، علشان ما يحصلش نفس اللي احنا شفناه في بطوله كاس استادات. انا طبعا اللي كان ملفت للنظر شويه بالنسبه للمباراتين بتاعت رومانيا والنهارده، ان الاخطاء الفنيه سواء الميز باس او الاخطاء الفنيه الاربع خطوات او الفاولات العكسيه، هي اللي كانت يعني مثار الجدل شويه، ان لعيب على مستوى منتخب مصر بيعمل الاخطاء ديت. طبعا هنقول ان احنا دي بطوله دوليه وديه. انا كمدير فني المفروض لما بيكون عندي فتره تسمح بان انا اشوف لاعبين كثيرين في القوام الاساسي بتاع المنتخب، بدي فرصه ان انا اتيح الفرصه للاعبين خلال المباريات، بحيث ان انا اقف على مستوى كل واحد
وان انا احط ايدي على العناصر اللي فعلا ممكن تقدر تكمل معايا الفتره اللي جايه. فكون ان يبقى في قوام اساسي مثلا حوالي 25 او 26 لعيب بيتم الاختيار منهم لبطوله زي دي، اقدر اقف على بعض العناصر اللي هم يقدروا يخدموني في الفتره اللي جايه. كل ما الفتره بتقرب كل ما الاختيار بيقل بالنسبه للقوام الاساسي. فما فيش ما يدعو ان احنا طبعا ندي فرصه للولاد ان هم يطلعوا اللي عندهم، بس كل ما البطوله اللي انا باصص لها ان هي الفتره بتاعتها تقرب، المفروض بقفل على عدد معين من اللاعبين ان انا اقدر امرن على حاجه معينه هم يقدروا يستفيدوا منها، وفي نفس الوقت اللي مطلوب مني ان انا اديه لهم يطلعوه في الملعب. زائد ان هتقل الاخطاء طالما اصلا اتقفلت على الفرقه بتاعتي. الظروف اللي قال عليها كابتن طارق ممكن يحدث عدم تركيز من بعض اللاعبين تؤدي الى الظهور بتاع الاخطاء الفنيه اللي حصل. لكن طبعا لما بيبقى المعسكر مغلق والبطوله بتقرب بيبدا التركيز بتاع اللاعبين كلها منصب على البطوله دي بس. فاكيد الاخطاء لازم تقل، وان شاء الله الفتره اللي جايه هم يعني كعناصر مبشره بالخير ان شاء الله تبقى افضل يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله يا كابتن. طيب كابتن فوزي، بذكر العناصر يمكن احنا عندنا نصيب الاسد من جوائز البطوله، سواء افضل حارس مرمى، افضل لاعب، والهداف كمان. ولكن الحقيقه مهم جدا ان احنا نسلط الضوء برضو على بقيه العناصر الموجوده في صفوف منتخبنا الوطني للشباب لكره اليد علشان يتم الاعتماد عليها خلال الفتره اللي جايه وهتصنع الفارق في البطوله المقبله. طبعا هو عشان نتكلم برضو عن العناصر، هي فرقه الهاندبول ال 16 لعيب اللي بيبقوا قاعدين على البنش هم 16 مهمين جدا. كل ما بيكون ال 16 لعيب جاهزين اي واحد فيهم ينزل الملعب يؤدي الدور اللي مطلوب منه بيبقى افضل. لو انا بلعب ب 12 لعيب بس ومعايا اربعه حطيتهم مجرد على البنش، ده كلام طبعا الكلام ده مش في المنتخب. فال 16 لعيب هم كلهم نجوم، في واحد بيتميز يعني مثلا محمد ياسين محمد كان ما ضيعش رمي الجزاء في الماتش اللي فات، المره دي ضيع. فالابس اند داون دي شيء طبيعي. هل ده هيقلل من نجوميته داخل الفرقه؟ لا لا خالص، انما هو مش موفق النهارده، وده وضع طبيعي جدا زي ما قلنا في الرياضه او في اي لعبه، ان لعيب ممكن يكون موفق في يوم وغير موفق في يوم. مع ذلك كابتن طارق تعامل معاه بشكل كويس جدا جدا جدا، اداله تشانس وساب تشانس وحط كمان غيره بديل، يعني كان محمد وائل هو اللي اخذ في الاخر رميات الجزاء وكان مؤثر جدا فيها. طيب واخذ وقدر ان هو يفوز بلقب احسن لاعب في المباراه واحسن لاعب في الدوره، فيعني يعني شيء هو بصراحه شيء كويس جدا. اللي أنا شايفه إن الفرقة كلها نجوم، لكن التركيز في بعض الأحيان زي ما قال كابتن عبد الله بيبقى بتيجي في وقت من الأوقات بتلاقي ما بتحتاجيش تغيري كتير جوه الجيم، بتلاقي سبع لاعبين جوه الملعب الريتم بتاعهم بقى كويس، الإيقاع بتاعهم بقى كويس، فبتثبتي بيهم لغاية لما بتحسي إن الكيرف البدني هو اللي بدأ ينزل شوية. فما بحتاجش اغير كتير في المباريات اللي زي ديت، انت بتحتاجي بتغيري كتير. يعني في المباريات اللي هي تجريبيه، مش عايز اقول وديه عشان الوديه ممكن تتاخد بشكل، هي مباريات تجريبيه، هو بيعمل مباراه عشان يجرب اللاعبين بتاعه وبالتالي يسمح يدي مساحه للاعيب قد نكون شايفين ان هو لا هو ما يكونش هو اللي موجود دلوقتي، في لعيب تاني، لكن لازم يديله المساحه. ليه؟ لانه قد يحتاجه في احد المباريات، وقد يكون مستواه في عند الايفنت الرئيسي هو اعلى من اللي هو كان رسمه. طيب قبل ما نستكمل كلامنا نروح لسالة حامد من صاله 2 باستاد القاهره الدولي، ولقاء مع المدير الفني لمنتخب المجر والحاصلين على المركز الثالث في بطوله كاس استادات الدوليه لكره اليد.
بشكر جدا طبعا زميلتي مريم، بالتاكيد برحب بيكي مره اخرى وبرحب بكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا مريم، حاليا معايا طبعا المدير الفني لمنتخب المجر للشباب طبعا مستر لاسلو شوتوني. مستر لاسلو، اوف كورس ذا هيد كوتش فور هنغاري يوث ناشونال تيم، اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل اند اولسو ليت مي ويلكم يو هير ان ايجيبت اولسو سبيندينج كابل اوف دايز هير تو بارتيسيبيت ان ا جريت اند very strong experience, a new championship like the Estadat International Handball Cup. So of course I welcome you at the Ahli TV channel, and also congratulations for the third place holders. Oh, first of all, thank you very much. We had a great time here, fantastic event, fantastic organization, fantastic tournament. As you said, exactly for my young players, that was to earn the experience to make this kind of games with tight games at the until the end. It was very, very important for us. It was very good. Every game we were progressing. At the end, I was fine. I was satisfied with my team also. But I should tell that I congratulate for the Egypt team. They deserved to win this tournament. They had a great team, fantastic team. So it was very useful, I think, for every team this tournament. طبعا زميلتي مريم كنت بساله طبعا في البدايه طبعا باركت له على المركز الثالث طبعا في البطوله وباركت له على البطوله وكمان يعني رحبت بيه طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي ورحبت بيه في مصر للمشاركه في البطوله. يمكن طبعا اتكلم وقال انه يعني التجربه دي او البطوله دي شيء رائع طبعا بالنسبه لهم، يمكن سعيد جدا بالتواجد هنا في مصر وكمان سعيد جدا بالمشاركه في هذه البطوله، كمان بارك لمنتخبنا الوطني واتكلم على اداء يعني جميع المنتخبات اللي كانت مشاركه في البطوله. طبعا المجر اتكلم على يعني الاداء منتخبه وكمان منتخب مصر وايضا منتخب رومانيا، سعيد جدا طبعا بالاداء اللي شافه من الثلاث منتخبات وراضي جدا على اداء منتخبه. يمكن هو قال يمكن احنا كنا بنجتهد في كل مباراه وهو راضي جدا على اداء منتخبه في المباراتين سواء امام طبعا منتخبنا الوطني او امام فريق رومانيا. مستر لاسلو، also let me ask you about the performance. We saw a very very great performance from all the players in Hungary youth national team, especially in today's match. We so a very great performance and very strong performance between Egypt and Hungary. Okay, thank you. As I said, the first game we were a little bit cold for this tournament. We hardly made two trainings before, so the team came for a winter holiday practically. So every game I think we progressed, as I said, and today was our strongest performance as well. And I think this is the base for the future. This is very, it was a very very tight game, very very good game, but also, as I said, the Egyptian team was a very good opponent, and they deserved to win. And so again, congratulations. طبعا برضه زميلتي مريم كلمته على ان احنا شفنا يعني اداء قوي من الفرقتين النهارده سواء منتخبنا الوطني او طبعا منتخب المجر في مباراه اليوم. يمكن طبعا سالته على الاداء ورايه ايه في الاداء، يمكن زي ما قال في يعني اول سؤال يمكن اتكلم وقال انه يعني هو وصلوا هنا لمصر قبل البطوله بيومين، يمكن كمان كان في مباراه وديه مع منتخبنا الوطني قبليها، وهو شايف ان هم يعني قدروا على قد ما يقدروا ان هم يادوا اداء جيد في كل المباريات، كمان المباراه الوديه قبل البطوله، راضي جدا عن الاداء. وتاني وبيبارك لمنتخبنا الوطني وشايف اداء منتخبنا الوطني يعني يستحق طبعا الفوز بالبطوله، وشايف كمان انه يعني المنتخب قوي جدا وكمان سعيد جدا طبعا باداء يعني منتخبه منتخب المجر. مستر لوسلو، also let me ask you about this great experience and very strong championship. This tournament is that International Handball Cup. It's the first edition for this championship and this tournament. So tell me your opinion about this tournament and also the organization of the cup. Okay, in this age group is not so often can we participate this high level of organization and this high level of tournament. Also, if I see the teams, also if I see the organization, the whole event. So we are very, very grateful to be here, first time in this tournament, and hopefully this will be a tradition for us and also here. And we are happy to come here because in winter time for us is very nice here and very, very good time. We had a very good time here. And also, if the tournament can keep this high level in the future,
I think it's a very good event, very good organization. طبعا ايضا يا مريم سالته على البطوله رايه ايه طبعا في البطوله ويمكن دي اول نسخه طبعا لبطوله السادات الدوليه لكره اليد. يمكن كلمني وقال ان هو سعيد جدا تواجده هنا في مصر وسعيد جدا هو بيشارك لاول مره في البطوله دي كمان, يعني شايف انه البطوله كانت على اعلى مستوى تنظيميا وكمان طبعا كتواجد المنتخبات اللي كانت موجوده في البطوله يطمح طبعا ويعني نفسه كمان انه يعني البطوله دي لما تبقى في المستقبل طبعا تتكرر تاني تبقى على نفس المستوى العالي من التنظيم. سعيد جدا هو بيشارك لاول مره في البطوله دي وسعيد كمان يعني انه يعني قدر ان هو يشارك بمنتخب المجر يعني باعلى المستويات مع منتخبات قويه ايضا زي منتخب مصر وايضا منتخب رومانيا. مستر لوستو ثانك يو سو ماتش فور ذس انترفيو اند جود لك فور ذا نيكست ستيب ان شاء الله. ثانك يو ويلكم توز نايس تو سي يو. كده طبعا كان لقاءنا زميلتي مريم مع المدير الفني لمنتخبنا المنتخب المجر والان العوده مره اخرى للاستوديو. شكرا ليكي جدا زميلتنا سالة حامد على هذا اللقاء. ويمكن كنا بنعلق يا كابتن عبد الله على مستوى منتخب المجر الحاصل على المركز الثالث في هذه البطوله, طبعا بطوله كاس السادات الدوليه لكره اليد. يمكن شفنا لهم مباراه اولى وديه امام منتخب مصر والنهارده ايضا مباراتهم ومنتخب رومانيا كانت مباراه الامس اللي ايضا يعني الحقيقه ان هم خسروا فيها. كلام أكيد مهم من المدير الفني المنتخب المجر أن مصر تستحق البطولة, ولكن على الجانب الآخر يعني مهم جدا أن احنا نعرف من حضرتك رأيك عن مستوى منتخب المجر في هذه البطولة. أنا عايز أقول لحضرتك معلومة أن منتخب المجر واخد مركز رابع في آخر بطولة عالم, والمفروض حاليا هم بيلعبوا تصفيات أوروبا ماشيين بخطة ثابتة وماشيين كويس جدا في المجموعات بتاعتهم. فرقة المجر من المتضح يعني ان هو يعني جم قبل البطوله بوقت كافي, قدروا ان هم يلعبوا المباراه الاولانيه مع منتخب مصر. اكيد طبعا كان مردود المدير الفني سواء لمنتخب مصر او مدير الفني المجر ان هو يقف على بعض النقاط في منتخب مصر, وبالتالي برضو كابتن طارق كان عايز يبص على العناصر اللي موجوده في منتخب المجر. انا كمدير فني طبعا تفرق كتير جدا لما يكون بلعب مع فرقه مبهمه وفرقه لعبتها قبل كده, على الاقل يعني بقف على بعض نقاط اساسيه اقدر اوصلها للعيبه بتاعتي بحيث ان هم ما يكونوش هايبين الفرقه اللي بيلعبوا قدامها, وفي نفس الوقت بعود اللعيبه بتاعتي ان المباريات اللي هي الدوليه ديت يقدروا ياخدوا منها خبرات ان هم يقفوا على الفرقه اللي بيلعبوها في الاداء بتاعهم بخطه ثابته, يقدروا ينفذوا التكتيك اللي انا بطلبه منهم, وفي نفس الوقت بيقلل الاخطاء بالنسبه للفرقه بتاعتي. فيمكن احنا كنا بنتكلم على الاخطاء اللي ظهرت في منتخب مصر, ده راجع برضو لحته التركيز بتاع اللاعبين, وما اقدرش احكم على المنتخب طالما هو مش قافل على المعسكر بتاع الفرقه بتاعتي فتره كبيرة يعني. تمام. طيب نرجع تاني لسالة حامد ولقاء مع كابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر وطبعا الحاصل على النسخة الأولى من بطولة كأس السادات الدولية لكرة اليد. مرة تانية طبعا برحب بيكي زميلتي مريم وبالتأكيد برحب بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا مريم انت طبعا معي حاليا طبعا الكابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر للشباب طبعا تحت العشرين سنة والحاصل على المركز الأول في البطولة في نسختها الأولى. كابتن طارق طبعا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي, ألف مبروك ببارك لحضرتك طبعا النهاردة فوز منتخبنا الوطني ببطولة السادات الدولية لأول مرة أو في نسختها الأولى طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكركم على اللقاء ده وسعيد ان انا بطلع في قناه الاهلي اعمل احاديث, حاجه تشرف لان انا اصلا ابن من ابناء النادي الاهلي, فالحمد لله رب العالمين على المكسب. بشكر الزميله مريم وكابتن عبد الله واستاذي ومعلمي الدكتور فوزي فضالي اللي استفدت منه كتير في بدايه حياتي يعني, فانا بحمد ربنا على المكسب. طبعا الاداء مش احسن حاجه لكن الحمد لله احنا قدرنا نخرج بالبطوله دي بمكاسب كتير, منها ان احنا ازاي لما نكون خسرانين نقدر نرجع للمباراه. عندنا طبعا مشاكل كتيره في الخط الخلفي محتاجين اعاده نظر. انا الفتره اللي فاتت كلها كنت بعمل تقييم للاعيبه 2004 على مستوى مصر,
عشان اقدر اطلع منهم بمجموعه اقدر اكمل بيها. الفتره الجايه باذن الله هبتدي نشتغل على لعيبه المتميزين من منتخب مصر 2006 بحيث ان هم يخشوا معانا في الفتره الجايه. ناقصنا شغل كتير، ناقصنا عمل كتير، لكن باذن الله الفتره الجايه قدامنا زي ما قلت قبل كده قدامنا سنه ونص على ان احنا نوصل لبطوله العالم. اعتقد ان سنه ونص هتبقى كافيه ان احنا باذن الله نقدر نغير شكل كتير من اللعيبه. في 5 لعيبه كانوا موجودين النهارده في الملعب لاول مره يخشوا منتخب مصر ويلعبوا، وكان ادائهم يعني مش هقول وحش لكن متوسط. دول بقى لهم معايا شهرين بس، اتمنى ان الفتره الجايه نلاقي بردك عناصر كويسه مع العناصر الموجوده منتخب 2004 بحيث ان احنا نبقى نعمل توليفه نقدر بيها ان احنا نشرف مصر في المحافل الدوليه باذن الله. باذن الله يا كابتن. وطبعا يعني بطوله السادات الدوليه لكره اليد يمكن زي ما حضرتك بتقول هي تجربه يعني قويه وتجربه مفيده جدا لمنتخب تحت ال 20 طبعا، يعني تجهيزا كمان او في اطار استعداداتكم للبطولات القادمه. هي بطوله كويسه جدا ومفيده جدا جدا، وجت في وقت انا محتاجه بعد فتره عمل شهرين اقيم شغلي. اي نعم كان عندنا ظروف، يعني من ضمن الظروف اللي الناس ما تعرفهاش عندي ياسين اللي خد احسن لاعب المباراه اللي فاتت، النهارده كان عنده امتحان الساعه 12 في اسكندريه، خلص الساعه الامتحان الساعه 2:30 ودي على التسخين. عندي بلال كان تعليمات الدكتور ان هو ما يلعبش لان عنده مشكله في انكل رجله، وعشان كده ريحته وما لعبتوش الشوط الاول وشاركته الشوط الثاني. عندي طغيان اللي هو كابتن فرقه ويعتبر من اهم عناصر الدفاعيه مصاب، يمكن النهارده لعب 5 دقايق بس ما كانش قادر. عندي لعيب من اهم اللعيبه بردك المميزين في الفرقه لعيب عبد الغني ما اشتركش خالص في البطوله. كل اللعيبه دي كان دورها كان لو كانوا موجودين اعتقد كان هيبقى احسن من كده، لكن الحمد لله. طبعا انا بشكر استادات على المجهود اللي هم عاملينه، بصراحه ما فيش غلطه. احنا لو بنلعب في بطوله عالم مش هيبقى كده، الناس منظمه جدا اذا كان في الفنادق في الباصات مواعيد التمرين مواعيد الماتشات. الشغل خارج الملعب مهم جدا لان الاجانب بيهتموا بالحاجات دي جدا جدا، ازاي الشغل خارج الملعب مواعيدهم اتوبيساتهم الاكل اللي بيطلبوه بيتعمل لهم، كل حاجه كانوا طالبينها اتعملت. وفي الظروف اللي احنا فيها وفي الظروف السياسيه ان استادات تقدر تنجح تجيب دولتين واوروبيين في الوقت ده بعدد كميه الشباب ده، طبعا الشباب ده اكيد هو السفير لنا بره مصر، هيروح يقول على البطوله واكيد هيتكلم عليها كويس، لان فعلا استادات ادت نموذج لازاي تعمل بطوله بشكل اكثر من رائع. فانا بشكرهم لان انا كمدير فني استفدت كتير جدا بالفرقتين دول، فرقتين على اعلى مستوى. فرقه المجر قلت قبل كده من الفرقه المصنفه كاتيجري ايه في اوروبا، عندها لعيبه متميزه جدا، عندها لعيبه عندها 3-4 لعيبه فوق ال 2 متر، فرقه يعني بتلعب هاندبول راقي جدا. فالحمد لله كانت تجربه مفيده. انا بشكر استادات مره تانية على اللي هم قدموه لنا، لان التجربه دي اتمنى ان هي تستمر، استمرارها نجاح لنا مش بس في كره اليد لا في جميع الالعاب. وفي نفس الوقت قبل ما انسى اتمنى ان زي ما احنا كسبنا النهارده اتمنى المنتخب مصر يكسب بطوله افريقيا للرجال القادمه، وايضا كره القدم مع شوكه الجماهير اتمنى برضك ان احنا باذن الله نكسب بطوله افريقيا عشان الفرحه تكمل. الشعب المصري محتاج فرحه لان هو شعب طول عمره بيحب الفرحه، فباذن الله ربنا هينصرنا وهنكسب البطولتين وهنفرح باذن الله الشهر ده بكل انتصارات باذن الله. باذن الله يا كابتن، وبشكر حضرتك جدا طبعا، وبالتوفيق باذن الله طبعا مشاركه في البطولات القادمه ومنهم بالتاكيد البطوله القادمه البطوله الافريقيه. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا وبشكركم وبشكر الساده المحللين وبشكر استوديو النادي الاهلي وكل العاملين فيه، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا جدا يا كابتن. طبعا زميلتي مريم كان لقائنا لقاء هام بالتاكيد مع المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت ال 20 الكابتن طارق محروس، والان العوده مره اخرى للاستوديو.
شكرا لك جدا سالة حامد. وبكده وبختام هذا اللقاء مع كابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة اليد نكون وصلنا لنهاية هذا الاستوديو التحليلي. دكتور فوزي طبعا فضالي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق لكرة اليد، سعدت طبعا بلقاء حضرتك وتحليلك، وأكيد إن شاء الله نلتقي على خير مرة أخرى. شكرا لك جدا. إن شاء الله، وأشكرك على الاستضافة الجميلة وحتائل على شركة استادات. يا ريت لو هتعمل دورة تانية يبقى عدد الفرق 5 إلى 6 فرق، أعتقد أنها هتبقى أقوى بكتير جدا. إن شاء الله إن شاء الله. يا كابتن، كابتن محمد عبد الله نجم نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد السابق، بشكرك جدا، شكرا على تشريفك لنا في هذا الاستوديو. متشكر يا مريم، ومتشكر لقناة النادي الأهلي، وألف مبروك المكسب، وإن شاء الله يبقى دايما الأيام اللي جاية كلها مكسب إن شاء الله يا كابتن. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الاستوديو، ولكن الحقيقة الشكر موصول لكل القائمين على شاشة قناة النادي الأهلي لنقل هذه البطولة في نسختها الأولى بهذا الشكل الاحترافي، سواء من داخل الاستوديو التحليلي أو حتى خارج الاستوديو في صالة 2 باستاد القاهرة. الشكر كل الشكر أيضا موصول لكل القائمين على شركة استادات للاستثمار الرياضي، تنظيم رائع، جودة الحقيقة مرتفعة جدا، استضافة سواء تنظيميا أو بكل التفاصيل اللي تخص هذه البطولة، والحقيقة أن كان ختامها مرضي بالنسبة لنا كلنا، يعني الحقيقة فوز منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد على النسخة الأولى من بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد. وبنأمل أن احنا نشوف نسخ أقوى من كده بكتير، طبعا كانت نسخة قوية في انطلاقتها، ولكن الحقيقة بنأمل يعني يمكن زي ما كنا بنتكلم على مدار الثلاث أيام الماضية ان احنا نشوف يعني دعم اكبر واكبر كمان من كافه الشركات زي شركه السادات للاستثمار الرياضي لكافه الالعاب الموجوده في مصر. شكرا لكم جدا، سعدت بلقائكم طبعا على مدار الثلاث ايام الماضيه، الى ان نلتقي على خير ان شاء الله.